السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم صارت أجواء غير مستقرة في العديد من مناطق المملكة، انتشرت كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطلت زخات متفرقة ومحدودة من الأمطار. يتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية. خلال الأيام القادمة نستعرض في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين. يوم الجمعة تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على عموم المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، تهطل على إثرها زخات محدودة من الأمطار. تتجدد هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات يوم السبت وأيضا خلال يوم الأحد، وبالتالي هناك تجدد متكرر بشكل يومي لفرص الأمطار على عموم تلك المناطق خلال الأيام القليلة القادمة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لفترة السحور، حيث تتفرق بعض الغيوم. 25 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما المحسوسة ستكون 24، الرطوبة منخفضة 8%، والرياح ستكون شمالية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال الثلاث أيام القادمة. يوم السبت 39-24 نفس الأجواء، ونفس الأجواء خلال الأيام القادمة، لا تغيير على الحالة الجوية ولا تغيير على درجات الحرارة. درجات الحرارة تبقى تلامس 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تكون ما بين 24-26 درجة مئوية، مع تفرق لبعض الغيوم العالية بدون فعالية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.